عبر التاريخ سافر الإنسان وجاب الأوطان بحثاً عما يشبع حواسه الخمس، صور تملأ بصرة، ألحان تطرب سمعة، خامات تداعب أناملة، نكهات تشبع ذائقته، وعطر يسحر خياله. في هذه السلسلة بعنوان حواس السعودية أخذكم أنا لبنى الخميس بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة في رحلات صوتية نتعرف من خلالها على ملامح جمال بلادنا بخمس حواسنا. إنها قبلة المسافرين والعابرين منذ قديم الزمان، ومحضن الحضارة والفن والثقافة منذ أعرق العصور. عروس البحر الأحمر التي ألهمت بحكاياتها البديعة الشعراء والأدباء فخطوا أروع قصائدهم. إنها جدة، بوابة أطهر بقاع الأرض، أكبر موانئ المملكة التي عزلتها أسوارها المنيعة عن أيادي المعتدين والطامعين، وشرعت بواباتها السبع لاستقبال الحجاج والزوار منذ قديم الزمان والباحثين عن مؤل أو مستراح من شتى أصقاع الأرض. هذه الأفواج المتعاقبة على مر السنين مرست ابن جدة على فنون الضيافة وتقاليد الاستقبال وأصناف الطهي، فبمجرد أن تجلس أمام المائدة الحجازية الممتدة ستأخذك الأطباق الملونة في رحلة عابرة للمكان والزمان، تتوج تلاقح المطبخ الحجازي مع مطابخ أخرى شقيقة خلقت أصنافا لذيذة تداعب ألسن الذواقة وتحاكي أذواق عشاق اللقمة الطيبة. لعل أكثر ما اشتهرت به المائدة الحجازية هي طقوس رمضان، حيث يزهو المطبخ الحجازي بأبهى حلله في استقبال الشهر الفضيل وضيوفه بأطباقه الشهيرة مثل الفرموزة والقيمات والمنتو واليغمش، دون أن ننسى الفول وخبز التميس الساخن مع مشروب السوبيا وقمر الدين. ومع نهاية الشهر الفضيل تتوج حلويات العيد الحجازية المائدة الممتدة أمام الأحبة والأصدقاء بأصناف لذيذة كحلاوة اللدو واللبنية وحلاوة الطحينية والدبيازة التي تقدم في أول أيام العيد. ولا تغيب العراقة عن ملامح الطعام في جدة، فأحياؤها التاريخية جدة البلد تحتضن عشرات المحلات الشعبية التي تضم أفراناً عريقة ومطاعم شهيرة كسبت شعبيتها من خلال تقديم أشهى المأكولات والمخبوزات متقنة الصنع لعشرات السنين مثل الفول والتميس والحمص المقرمش والشعبورة اللذيذة التي تقدم مع كوب الشاي الساخن في جلسة تمنحك المساحة لتأمل عراقة الحي الأثري الذي أدرجته اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي. تذكرنا الموائد العامرة في جدة بأن المطبخ هو مرآة لتطور الحضارة، يعكس غنى الأرض وتلاقح الثقافات وكرم الشعوب. للمطبخ الحجازي صيت يعانق الآفاق وأصول راسخة الأعماق ونكهة ترضي كل ذواق، فكن جزءاً من الحكاية.